الحال، كان ذلك في منتصف الصيف، وكان الجو حاراً جداً، وكنت تصلح شاحنة. كان هناك عمارة من الإسمنت بسقف منبسط وشبابيك صغيرة. الذي نريد أن نفعله دائماً هو التقدم إلى الأمام كل الوقت، مع الناس، مع كل الناس. وينبغي للقافلة ألا تمتد، لأنه بهذه الحالة بالكاد سيرى كل صف الصفوف التي تسلك. على كل صفحة من صفحات الكتاب كانت هناك رسومات دقيقة لأيادي تقوم بعمل مختلف. The house's casualty is the severance of things from their relationships and from the names of feelings and from the need of tragedy to direct its eloquence at seeing into the life of the object. In every object there is a being in pain. A memory of fingers, of a smell, an image. And houses are killed just like their inhabitants. And the memory of objects is killed. مختلفون على صورة العلم الوطني؟ ستحسن صنعاً يا شعبي الحي لو اخترت رمز الحمار البسيط.